المقدرة arrays and structures. والarray and structures من الداتا structures البسيطة واللي ممكن تتفهم ببساطة شديدة. والفرق ما بين الarray والstructures، الarray ما هو إلا عبارة عن مجموعة من البيانات من نفس النوع، وطبعا بتتخزن في ذاكرة الحاسب في أماكن متجاورة، وأقدر أوصل للأري عن طريق الأدرس الخاص بأول خانة من خانات الأري. أما الفرق ما بين الستراكشر والأري، إن الأري من نفس نوع البيانات، يعني جميع الخانات الموجودة فيه من نفس النوع، سواء كانت انتجر أو فلوت أو خلاف ذلك. أما الاستراكشر، في الحقيقة الاستراكشر هو نفس الأري، ولكن الخانات بتاعته أو الأيتمز بتاعته من أنواع مختلفة من البيانات، يعني ممكن يحتوي على بيانات كاركتر أو انتجر أو فلوت في نفس الوقت الاستراكشر الواحد. ده الفرق ما بين الأري والاستراكشر. في المحاضرة بتاعتنا هتقدم إيه؟ الأهداف الأساسية إن هي هتقدم أفكار الأري كداتا ستراكشر والستراكشر كداتا ستراكشر أيضا. وهنشوف طبعا هنا بيقول it introduces the use of array for various applications، في تطبيقات مختلفة. داتا ستراكشر في الحقيقة بتعني إدارة البيانات إدارة بكفاءة عالية. ملخص الداتا ستراكشر أو معناها، الداتا ستراكشرز هي بتعني كيف إن أنا أدير، كيف إن أنا أخزن البيانات وأتعامل مع الداتا اللي معايا بطريقة ذات كفاءة عالية. في الحقيقة معظم لغات البرمجة فيها الـ data structure as inbuilt in أو built in basic data structures، يعني يعني دوال أو كـ data structure جاهزة في قلب اللغة نفسها. زي مثلا على سبيل المثال الـ C فيها data structure اسمه array. تخيل كده إن أنت عندك array من 1000 item، وما بتستخدمش الأري في احتوائهم، فكيف إن أنت هتخزن هذه البيانات في ذاكرة الحاسب؟ هتلاقيهم متناثرين. طب إزاي هتجمعهم؟ طب إزاي تدخل عليهم أكسس عليهم؟ فالعملية طبعا صعبة مش سهلة. إنما لما يتجمعوا في أري له عنوان واحد من بداية الأري، وبتخزنهم في أماكن متجاورة في الذاكرة، أعتقد كده تبقى الأمور سهلة، في حين إن أنت تقدر توصل للبيانات اللي بيحتويها الأري وتقوم بإجراء بعض العمليات عليها من كتابة أو من قراءة أو من أي عملية من أو ديليت أو أي عملية من العمليات اللي أنت عايز تقوم بيها على على هذه البيانات. بالإضافة للداتا ستراكشرز البسيطة زي الأري مثلا، يستطيع المبرمج إن هو يعمل داتا ستراكشر خاصة بيه، وخاصة ممكن يتعامل مع الكومبلكس نمبر الأعداد المركبة وخلاف. Simple inbuilt data structure are الأري والريكوردز. What is the difference between الأري والريكوردز؟ خلاص ما احنا عرفنا ان الاري هو عبارة عن مجموعة من الايتمز المتجاورة ومن نوع واحد، استطيع ان انا اوصل لاي ايتمز فيها بسرعة جدا من خلال الاندكس الخاص بالاري.
طب الريكورد، الريكورد هو مجموعة من، شايف الكولكشن اوف هوموجينيوس في الاري، انما هنا جروب اوف نون هوموجينيوس داتا ايتمز توجذر، يعني ان هو مش من نوع واحد، يعني البيانات الموجودة في الريكورد دون مش من نوع واحد. طب الريكورد دون زي ايه؟ زي مثلا ملف الاكسل، الرو دون يعتبر ايه؟ ريكورد. طيب الرو دون مش فيه اكثر من كولوم؟ في اكثر من كولوم، الكولومز دي ممكن ما تكونش من نفس النوع، من يعني بيكون من نوع واحد، لا ممكن يكونوا من انواع مختلفة. مثلا على سبيل المثال، فور اكزامبل، we can have a record to represent an employee of a firm which has three data fields. عند موظف، الكولوم الاولاني النيم، ودون نوع البيانات بتاعته كاركتر سترينج، وعنده البوزيشن، الكولوم الاخر بوزيشن، الكاركتر بتاعه سترينج ايضا، انما السالري هنا بتاع الموظف دون انتجر او ريال سيان، ولكن هنا الشاهد ان الريكورد بيحتوي على بيانات مش من نفس الايه، مش من نفس النوع، اما الاري بيحتوي على بيانات من نفس الايه، النوع. اوكي، طب هل الريكورد زي الاستراكشر؟ لا طبعا، الاستراكشر نوع معين والريكورد نوع ايه، نوع اخر. الريكورد ما هو الا زي الاري بالايه بالظبط، ولكن شكله مختلف، او البيانات الموجوده في الاري مش من نفس الايه، انه هنشوف الاستراكشر بعد كده. عندنا هنا الـ array as abstract data type. الـ abstract data type اتكلمنا فيها قبل كده في محاضرات سابقة، وقلنا إن هي لازم بيبقى لها قيم ولها operation، لها قيم ولها operation، قيم معينة والـ operation اللي بتتم عليها. فهنا وقلنا كمان من مميزاتها او من صفاتها ان تفاصيل الامبلمنتيشن مخفيه، ما بتظهرش للايه، لنا. فهنا بيتكلم عن الاري از ابستراكت داتا تايب،
يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الحقيقة الناس اللي هم الديفلوبر لما جه يبرمج او يضع الاري بأز ابستراكت داتا تايب، عمله ازاي؟ يعني هو عمل الاري ازاي او فكر فيه ازاي؟ فكر فيه كالتالي: ادي الاوبجكتس A set of pairs عندي index و value، عندي index و value دليل وقيمة. أنا أتخيل إن إحنا ما نعرفش حاجة عن الأري خالص، أو بنبرمجه، أو إن إحنا بنضعه في لغة زي لغة السي أو الجافا مثلا. Wherefore each value لكل قيمة of index there is a value، لكل قيمة من قيم الأدلة بيوجد a value from the set items. يبقى لكل دليل قيمة ايه؟ قيمة معينة. هنا نفس القصة، الـ index هنا is a finite ordered set of one or more dimensions. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت عاوز تعمل array one dimension بس يبقى row. طب لو انت عاوز تعمل array two dimension هيبقى عبارة عن ايه؟ عن matrix، عبارة عن ماتريكس. فاصبح هنا الاندكس خلاص عرفنا ان هو في الوان دايمنشن هو عباره عن فاينايت ايه، فاينايت اوردر ايه سيت. خد المثال ده فور اكزامبل، من 0 لغايه ال n ماينس ايه 1، ده مين ده؟ 1 اللي بنتكلم عنه الاندكس، الاندكس بتاع الاري في الوان دايمنشن في الرو، لو هو على اي رو يعتبر من 0 لغايه كام؟ n ماينس 1 فور 1 ايه دايمنشن. طيب بالنسبة للتو دايمنشن زي ما احنا شايفين هنا بيكون بالشكل ده 0 و0. يعني ايه 0 و0؟ الأول رقم الصف والتاني رقم الايه؟ العمود. يبقى ده العنصر، يعني مثلا لو أخدنا هنا العنصر ده يبقى موجود في الصف الأول والعمود الايه؟ الثاني. ودي في الحقيقة دي بيمثل مصفوفة 3 في ايه؟ 3 في 3. هذا الزيرو، تلاحظ 0 0 0 وبدأ هنا ايه؟ واحد واحد واحد، بدأ اتنين اتنين اتنين. يبقى دي بتمثل لي مصفوفة 3 في 3، لكل اوردر بير العنصر الاولاني بيمثل رقم الصف والعنصر الثاني بيمثل رقم العمود. ايه هي الاوبريشنز اللي بتتم على الاري سواء كان 1 دايمنشن او 2 دايمنشن؟ بقول هنا فور الاول الاي بتنتمي للاري، يبقى انت عندك رمز الاري بنرمز له بالاي، والاي دي ان للاندكس، طب والاكس دي ان للايتمز او للفاليو اللي بتتحط في ايه؟ في المكان اللي هو اي اي. اوكي، والجي عندك هنا، والسايز بينتمي لمين؟ للانتجر. الله، طب مين هي الجي؟ ما احنا خلاص عرفنا بقى ان الجي دي هي ايضا ايه؟ اندكس. بس الاي والجي بيستخدموا في التو دايمنشن اهي، اي وجي، اما اي لوحديها بس بتستخدم في الايه؟ في الوان دايمنشن. اوكي، وات دايمنشن ايتمز ار ايه؟ undefined. الايتمز ريتريف لو انا عايز استرجع قيمه، يعني ايه استرجع؟ اقرا قيمه يعني في الاري، بس بستخدمها ازاي او ببرمجها ازاي؟ اف الاي بتنتمي للاندكس اوكي، ريتيرن ذا ايتمز اسوشيتد وذ اندكس فاليو اي ان اري اي، يعني رجع لي لو سمحت القيمه الموجوده في الاي اي، في الاي اي في المكان اي الموجود في الاري اي. خلاف ذلك قول لي ان في اشكاليه او في ايرور. طب ازاي اخزن قيمه موجوده؟ هنا بقى مش هتستخدم اتنين ايتمز بس، لا هتستخدم ثلاثه ايتمز، الاري والاندكس والقيمه اللي انا هخزنها. اف الاي ان اندكس تنتمي للاندكس ريتيرن ايه؟ ان اري ذات از ايدنتيكال تو اري اي اكسبت ذا نيو اي بير، الـ i والـ x has been inserted. خلاف ذلك عندك إيه؟ إشكالية item. أوكي؟ يبقى دي يعني اللي هو الـ array as إيه؟ as abstract data type.
وكيف ان احنا او المبرمج او الديفلوبر لما جه يصمم صممه على هذه الايه الهيئه، ان انت عندك array بتسميه ايه، واندكس اي دي في حاله الاري ال1 دايمنشن، اما الاري ال2 دايمنشن فالراجل بيستخدم اي واي وجي، حيث الاي بيرمز لعدد الصفوف والجي بترمز لعدد الكولومز. تعال نشوف الاري كده في لغه السي. الاري في لغه السي لازم تعلن عنه باي نوع من انواع، سواء كان انتجر او فلوت او كاركتر او اي نوع من انواع الداتا تايب. Declaration a one-dimensional array in C is given by appending a prefix to the name of the variable. Okay. بالشكل اللي انت شايفه ده، ادي الاسم، اسم الاري اسمه name، وبيتكون من كام خانه؟ من اربع ايه؟ من اربع خانات، او size of array 4. يبقى بيبدأ من 0 لغاية 3. عندك هنا في الحقيقة بيعلن عن الـ plist كـ pointer، وإحنا اتكلمنا عن الـ pointer قبل كده. وهنا بقول all arrays start with a 0، يبقى إحنا من 0 1 3، لأن هنا حجمه كام يا شباب؟ حجمه 4. الـ implementation when compiler find a declaration of an array it allocates continuous memory allocation according to the size and type of the array. يعني ايه الكلام ده؟ المترجم مترجم السي الكومبايلر الخاص بالسي لما يجي يشوف اعلان زي ده integer name، فبيحجز خانات متسلسله جنب بعضها البعض في الذاكره، في ذاكرة الايه الحاسب، او بيحجز او بيعين اماكن متصلة مش منفصلة. ليه متصلة؟ عشان اما اجي اقرأ اول ادرس للاري يبقى انا شمل الايه الاري كله. طب احدده لغاية فين العدد الايتمز دي او الحجم بتاعه من الحجم الموجود بين الايه الاقواس اللي بالشكل ده. Okay. The address of the first element is called the base address. احفظ معايا الكلمة دي، البيز ادرس. البيز ادرس اللي هو العنوان الرئيسي، اللي هو مع عنوان أول خانة في الأري. يبقى بيشيله كده، أول ما بيروح على عنوان الأري ويشوف عنوان أول خانة يبقى بيشيل الأري إيه ككل. Okay. لاحظ دي مهمة جدا جدا.
عندنا هنا في الحقيقة الدايمنشنال اري اللي احنا بنطلق عليه ايه؟ فيكتور. وان دايمنشنال اري بنقول عليه فيكتور، سواء كان بقى رو او سواء كان ايه كولوم. عندك هنا وان dimensional array is a finite ordered collection of homogeneous elements. خلاص يبقى هو من نوع واحد، عناصره كلها متجانسة من نوع واحد، integer أو real float يعني أو character. بقول هنا we can create a vector of integers of real numbers, characters or complex numbers. A user defined data A. Okay. وبيقول an index set is associated with a vector. جميل جدا. تعال على النقطة الثانية. It usually specifies a range of indices between an upper bound and lower a bound. Lower bound هنا is often a لا إما 0 لا إما 1. بعض الناس طبعا بيستخدموا الأري بتاعهم من واحد لإيه؟ لإن، وبعض الناس بيستخدموه من 0 لإن ماينس 1. هنا مثلا 8 A elements ومن النوع A integer، واستخدموا من 1 لغاية كام؟ 8. الفيكتور شون consists of 8 elements and have the index set range from 1 to 8. ممكن واحد يستخدمه من 0 لإيه؟ من 0 لـ7. Okay. An element of the array can be accessed by specifying the name of the array and index. خلاص احنا عرفنا بقى، مش هنكرر الايه الكلام، اقدر اروح على القيمة على طول بدلالة الايه الاندكس الايه الخاص بيها. يعني على سبيل المثال مثلا A3، انا عايز القيمة بتشير الى القيمة الموجودة في الخانة رقم 3. بس ده بيعتبر بقى ايه، هل انا بادئ من الاري بتاعي من 0 الى n minus 1 ولا من 1 ل n؟ خلي بالك من ايه؟ من الكلام ده وانت شغال ايه بروجرامنج. يبقى خلي بالك الاري بتاعك انت بادئه منين ونهيه منين. التو اوبريشنز ذات وي ديفايند اون وان دايمنشن اور هاي دايمنشن اري اللي هي الريتريف والستور، كلام معاد. ريتريف قلنا ان انا بسترجع قيمه موجوده في الاري، اما الستور بعمل ابديتنج القيمه موجوده او بخزن قيمه ايه جديده.
نفس الكلام التو دايمنشنال اري اللي هي بنقول عليها ماتريكس. خلاص ادي شكل الايه الماتريكس اللي قدامنا من 0 لغايه 4 ومن 0 لكام؟ ل 2. يبقى دي مصفوفه كام في كام يا شباب؟ ها 3 في كام في 5؟ هتقول لي 4. لا ما احنا بادئين من 0 يا غالي. اوكي يبقى دي مصفوفه كام في كام؟ 3 في كام؟ 3 في 5. طب العنصر دوت كام في كام؟ 2 في 3. 2 في 3. الله. طب ازاي 2 في 3 وانت بادئ اوكي لو انت بادئ من الزيرو يبقى ده عباره عن كام؟ 1 وكام؟ 1 و2. اما لو انت بادئ 1 لغايه 5 ومن 1 لغايه 3 يبقى ده كام؟ 2 في ايه؟ 2 و3. اوكي خلي بالك من القصه دي. ايه هي القصه؟ هل انت بادئ من 0 لان ماينس 1 ولا بادئ من 1 لان؟ طبعا بيحكي بيقول لك هنا في الكلام ده ان المصفوفه او الشكل السوري دون او الصوره دي يعني بتوضح مصفوفه من نفس الايه النوع. وماتريكس هاف تو اندكسد بتستخدم دليلين، الدليل الاول بيمثل الصفوف، الدليل الثاني بيمثل الاعمال. In C4, a matrix of order m of n, the row index will have values from 0 لغاية m minus 1. وأيضا الكولومز من 0 لغاية الـ n minus 1. عندك الآن element of matrix، وضح هو الكلام نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه. امتى يكون 2 و 3 لو انا مستخدم الـ ايه؟ التركيبات من 1 2 3 4 5 1 2 3 يبقى هو ده بيشير. اما في البروجرامنج لو هتستخدم البروجرامنج يبقى انت بتقول ايه ام 1 وكام و 2. اوكي هنا في الحال structure of a matrix is logical representation for our convenience. In the computer memory a matrix is represented in a linear form usually. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك حتى في ال 2 dimensional الماتريكس دي بتتخزن ايضا. يعني احنا عرفنا خلاص ان الاراي 1 dimensional بيتخزن في ايتمز متجاوره في الذاكره. طب دون بقى بتمثل كده برضه؟ لا لا لا، بتمثل ايضا as array as an array جنب بعضهم الايه؟ البعض. بس هيفرق هنا بقى هل التخزين هيبقى صف صف ولا التخزين هيبقى عمود عمود؟ هنا هيفرق. يبقى عندنا نوعين من الايه؟ من تخزين الـ 2 dimensional array، هل انت هتخزنه صف صف ولا هتخزنه عمود عمود؟ هنا الرو ماجور اوردر خلاص ادي ماتريكس قدامك اهي. عمل هو ايه؟ قام واخد الصف الاولاني وضعه اهون 11 12 13 14 وقام مخزن جنبي مباشره من ال 21 اهي. اوكي دي اللي هو التخزين اللي اسمه ايه؟ رو ماجور اوردر. امال فين الكولوم ماجور اوردر؟
هنا تو دايمنشنال اري في الحقيقه الاليمنت اوف تو دايمنشنال اري ديكلاريتد از بالشكل ده، بعلن عنه في لغه السي بالشكل ده انتجر اي 3 4 عندي مصفوفة 3 4 يعني 3 صفوف و 4 أعمدة. may be shown as a table بالشكل ده A00 01 02 03 وهكذا as a matrix. أنا بعلم عن الماتريكس بتاعتي بالشكل ده في الايه في لغة زي ما احنا شايفين بالشكل دون دون الكولومز ايه ماجور ده الاول وبعد كده وهكذا. اوكي طبعا انا حاجه اسمها الاري ريبريزنتيشن ان سي اللي هي this representation is called the array of arrays representation. دي حاجه يعني من ال 2 dimension 1 dimension 2 dimension للاري. عندنا نقطة خطيرة جدا بقى في أو نقطة هامة جدا جدا اللي هي الـ sparse matrices و الـ dense matrices. إيه هي الـ sparse matrices؟ هي مصفوفات عدد الأصفار فيها كتير جدا. يبقى الـ sparse matrix هي مصفوفة عدد الأصفار فيها كتير جدا. فما فيش داعي ان انا اعمل العمليات بتاعتي على الاصفار، اعملها لانها تبقى صفر غالبا، انما اعمل عملياتي على النون زيرو اليمنت فقط اللي هو عدد بسيط في السبارس ايه ماتريسيز. يبقى انا لو عندي مثلا يعني هو مديك مثال هنا في الحقيقه شريحه اهي في نفس الشريحه، تعال نبص عليها نشوف التعريفات الاول وبعد كده نبص على المثال اللي يوضح لنا what is the difference between sparse matrices and dense matrices. تعريف اول ال sparse matrices هي مصفوفة بتحتوي على عدد كبير جدا من الاصفار العناصر بتاعتها، العكس ال dense matrix ماتريكس بتحتوي على عدد بسيط من الايه من الاصفار. اوكي هنا بقول for sparse matrix we don't need to store all the elements. ليه؟ لان خلاص العمليات عليها تديك زيرو، فما فيش داعي ان انا اخزن، انا اخزن بس الاعداد اللي هي النون زيرو اليمنت. اوكي كونسيدر، تعال بقى هنا بقول لك ان ايرلاينز ذات كونكتس 100 مدينه. عندي 100 مدينه الخطوط الجويه بتتنقل بينهم. ركز بقى معايا في المثال ده، 100 مدينة خطوط الجوية في رحلات طيران بتنطلق من المدينة. بقول لك there is not a direct flight between every two sites، مش مفيش رحلات طيران من كل مدينتين مع بعض، مش شرط، ممكن تعمل بقى ترانزيت يعني انتظار أو تحويلة ترانزيت في مدينة معينة وبعد كده ايه تروح للمدينة الايه الاخرى. هنا بقول متوسط عدد الرحلات اللي بتطلع من كل مدينة كام؟ 8. وانا عندي 800 يبقى انا عندي كام عدد نون زيرو اليمنت؟ يعني عندي حوالي 800. 8 في 100 800 عدد نون زيرو اليمنت. طب الباقي كله زيرو اليمنت. طب كام عدد من العدد الاجمالي؟ 100 في 100 مش ماتريكس، مش انا عندي ماتريكس. هتقول ال 100 ماتريكس في كده صف وال 100 ماتريكس عمود وتكون الايه المصفوفه بتاعتك، المدينه الاولى المدينه الثالثه لغايه المدينه ال 100، وبرده كده الصفوف المدينه الاولى لغايه المدينه 100،
وتشوف واحد وواحد بيطلع منها ولا ما بيطلعش، تحط واحد مثلا. اوكي، طيب ما بيطلع لهاش رحلة، يبقى تحط زيرو. كم عنصر نان زيرو اليمنت؟ 800 بس. من كام يا سيدي؟ من 100%. 100% بكام؟ ها، 10,000. يبقى انا بدل ما هشتغل على 10,000 اليمنت، لا هشتغل على 800 بس. شوف بقى انت وفرت قد ايه هنا. دي فايدة مين؟ السبارس ماتريسيز. بدل ما هشتغل على 10,000 عنصر عمليات حسابية، لا هشتغل على 800 عنصر فقط. اقسم بقى ال 10,000 على 800 كده، ادا صفرين هيطوروا، هيبقى 100 على كام؟ 100 على 80. 100 على 80 فيها الكام يا شباب؟ حد يقسم لنا 100 على 80 كده، على 8 يديك حوالي 12 ونص. 12 ونص يعني 12 ونص زيادة، أو بتعمل ريديوسنج، أو بمعنى أصح إن أنت لو اشتغلت على المصفوفة كلها وخزنت المصفوفة كلها اللي 10,000 مية في مية، هتاخد وقت كبير 12.5 مرة من الوقت لو اشتغلت على 800 عنصر بس. فهمت؟ فهل السبارس ماتريسيز لها أهمية؟ لها أهمية خطيرة جدا، بتعمل ريديوسنج للسي بي يو تايم بصورة فظيعة. طبعا هنا انت بتتكلم في 100 في 100، انما لو بتتكلم في 1000 في 1000، يبقى انت شغال في مليون. انت معايا؟ مليون. وهتشتغل من مليون على كام؟ يعني قول مليون على كام؟ 8,000. هتضرب 8 في ايه؟ في 1000. يعني 125 مرة. يعني انت يعني كل ما السايز هنا زاد، كل ما واستخدمت السبارس ماتريسيز، كل ما وفرت عدد كبير جدا من الايه، من العمليات.
أمثلة هنا ده الدياجونال عناصر القطر الرئيسي كلها أصفار، تراي دياجونال قطر رئيسي وفوقيه قطر وتحتيه قطر، اللور لور اللي تحت عناصر ايه نان زيرو إليمنت واللي فوق أصفار كلها. طب الأبر عكس، الأبر اللي فوق نان زيرو إليمنت واللي تحتيها كلها أصفار. سيمتريك أدى عناصر القطر الرئيسي العناصر اللي حواليه متساوية. اوكي تعال نشوف بعض الأسئلة هنا مهمة جدا. بيقول لك why are we interested in these special matrices؟ ما احنا خلاص قلنا بقى ان هي بتعمل لك reducing في الـ CPU type واتكلمنا بالتفصيل. We can provide more efficient implementation for specific special matrices rather than بالإضافة إلى having space complexity of O big O in square. We can find an implementation that is O big O n. ممكن أخفض من n square لل n. We need to be clever about the store and retrieve operations to reduce time. Okay. الدياجونال ماتريكس في الحقيقة simple way to represent n of n diagonal matrix. عندك هنا T دي n و a و n يعني بنمثل الدياجونال ماتريكس بتاعتنا عبارة عن التمثيل اللي احنا اتكلمنا عنه ان انا همثلها as sparse matrix في array واحد. هنا بيخفض لي من كام لكام؟ من n square الى n. اوكي وهنا تفصيلا للايه للبيتر واي هنا ان انت عندك بتخزنها بالشكل اللي قدامك دون ان انت بتستخدم بس تخزين الدياجونال elements فقط. في الحقيقة اللور تريانجولار ماتريكس نفس القصة هنا. تعال كده شوف التمثيل بتاعها. التمثيل بتاعها هنا اهون ان هو خد الـ 6 3 5 6. خلي بالك ان هو هنا لازم تحدد ما اذا كان هيستخدم الرو ماجور ولا الكولوم ماجور. هنا استخدم الرو ماجور، قال لك 6 اول عنصر هيقابلك في الصف الاولاني 6، الصف الثاني 3 8، الصف الثالث 5 0 2. اوكي عندك الصف الايه الثالث 3 4 1 9. اوكي يبقى انت عندك هنا خزن العناصر اللي قدامك دي كلها بالشكل ده. ماشي هنا في الحقيقة
في الهوم وورك هنا وضح لك بعض الايه الاشياء المهمة جدا، ان انت عندك ماتريكس بيقول عليها ال اهي، وعندك طبعا عايز ايه يخزن الماتريكس دي في ايه، في اري او في سبارس ماتريكس، في اري اللي هو اسمه تي، اللي هو اسمه تي. فبقول لك اللور تريانجولار ماتريكس هو استخدم الايه الامبلمنتيشن او السيدو كود اللي بالشكل ايه دون، فهو عايزك في الشريحه الجايه ان انت تستخدم له المابنج باي كولوم. هنا استخدم المابنج باي ايه، باي رو. فعايزك في الشريحه او في الهوم وورك هنا ان انت تستخدمه بقى بنفس الايه نفس الاسلوب اللي هو شرحه لك هنا بالمابنج باي كود اللي هو دون بالظبط يا شباب. عاوزك تكمل له الايه الحاجات دي بس بالايه بالباي كولوم مش بالباي ايه. في الحقيقه الاستراكشر is a tool for handling a group of logical related data items. بس هنا الخلاف these data items can be a different type زي ما اتكلمنا قبل ايه قبل كده. هو array عادي برضو على فكره بس من داتا تايب ايه مختلفه. structure is a combination of data values. مثلا على سبيل المثال student structure اسمه student، عندك النيم والايدج والماركس والكلاس والايه والادرس. البوك في تايتلز مختلفه، يعني مثلا النيم كاركتر او سترينج، الايدج هيبقى انتجر، فهنا اصبحت التايب ايه مختلفه. ده شكل الـ A structures. structure student اسم الـ structure اهون، ودي الـ items الموجودة فين في الـ structure اللي هو اسمه student. اوكي وبتقفل هنا بالـ A الـ structure A student A.